ويتلقى الكابتن محمود الخطيب دعوة من مجلس دبي يوم 27 هذا الشهر لحضور احتفال تسليم النادي الأهلي جائزة نادي القرن في أفريقيا والأكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الأوسط، جائزة جلوب سوكر اللي بتكرم النادي الأهلي مع الأندية العالمية الكبيرة يوم 27 في دبي. جائزة يعني في الحتة دي ده واقع، وكان هناك واقع الناس عاشته، ها انه على مستوى العالم بقى هو ينافس ريال مدريد وبرشلونه وبايرن، وكان متصدرا حتى الامطار الاخيره، ولاعتبارات كثيره بدا ريال مدريد يقترب منه ثم تفوق، يا سيدي هنعتبر احنا الثاني على العالم، وهذا ايضا واقع لانه هو ده الواقع للاكثر تتويجا. ف يعني هتجيبها كده هتجيبها كده، لكن اظن ان احيانا هناك اعتبارات لازم نقدرها جميعا، بتفرق شويه في التصويت اللي من النوع ده، اهمها يعني اعتبارات رعاه، اعتبارات. انت فاكر لما بلغونا واحنا في 2006 بابو تريك طلع يعني رئيس اللجنه المنظمه استعدوا لان ابو تريكا احسن لاعب، لا واحد من ضمن احسن ثلاث لعيبه، ما قالولناش الترتيب. كل الناس كانت متوقعه الفاينل بين برشلونه وانترناسيونالي اللي فلت من هزيمه محققه امام الاهلي عشان يلعب في النهائي. كل الناس حتى ريكارد وقتها في المؤتمر الصحفي قال انا كنت اتوقع ان التقي بالاهلي في هذه المباراه النهائيه. انترناسيونالي غلب برشلونه بهجمه مرتده وهي أسوأ مباراه لرونالدينو على الاطلاق، صحيح، لكن كان يجب ان يسلم جائزه. ديكو خد احسن لاعب فاحلوا رونالدينو لان برشلونه لم يتوج، ما كانش ينفع يطلع من المولد بلا حظ، فادوله حل، وهم قالوا لنا كده احنا اسفين حصل تعديل في اللحظات الاخيره.